اهلا اهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو غادي تكون تري سبيسيال بالنسبه لهذا النهار. هذا درنا واحد الخرجه للاطفال الايتام اللي كاينين في قريه الاطفال. حاولنا اننا نخرجوهم يخرجوا شويه هاد الصيف، يبدلوا الجو. ديناهم لابيسين اللي كاين في بوسكوره، واحد المنتزه اللي زوين بزاف. شدينا الطريق مع 9 ديال الصباح وكنا وصلنا تما في الوقت. كنا محددين الوقت لاننا نكونوا تما مع 10. هنا كنا وصلنا. صراحه هذا المنتزه زوين بزاف، تقدروا تمشيو ليه، تقدروا ديو وليداتكم لي فريمون زوين بزاف. في هذا الاسباس هذا ديال لي جو ولي بري تري 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 ريزونابل، يعني في اي واحد يقدر انه يمشي ليه، سواء لي بري ديال لابيسين، سواء لي بري هكا ديال لي جو، سواء لي بري ديال كافي ريستورون اللي كاينه تما. فريمون لي بري عندهم عاديين وزوينين بزاف. وكاين اسباس كبير، اسباس فيغ اللي تقدروا تجلسوا فيها هكا مع وليداتكم. هنا الدخله ديال لابيسين دخلنا، بدينا كنحضروا البريباراسيون قبل ما يوصلوا الوليدات، حيت حنا وصلنا قبل منهم باش هكا نقادو لهم فين غادي يجلسوا، ونقادو لهم هكا الفطور ديالهم وكل شيء. وهنا كانوا وصلوا الوليدات، جلسوا ارتاحوا شويه وقادوا الحوايج ديالهم على خاطرهم وصافي. قررنا انهم يهبطوا شويه لابيسين، يعوموا شويه بالما، نوجدوا لهم هكا الفطور ديالهم ونحطوا كلشي اطابل، وديك الساعه نعيطوا لهم باش انهم يفطروا، حيت هما كانوا متحمسين. بالنسبه للوليدات راه كانوا الاولاد وكانوا البنات، والاعمار ديالهم راه مختلفه. فكما قلت لكم هنا ضروري كنا كيعطيهم الميتر ناجور تعليمات هكا ديال لابيسين، كيشرح لهم فين كاين هكا الغارق، فين يقدروا يعوموا، يعني كيعطيهم هكا دي زانفورماسيون باش كيعرفوا هما فين كاينين، يعرفوا المعلومات على فين يقدروا يعوموا، شنو القانون الداخلي ديال لابيسين. صراحه داز النهار زوين بزاف معاهم، دوزنا لا جورني كامله اونصومبل. من 10 الصباح كنا في لابيسين حتى للست العشيه، عاد كملنا معاهم هكا النهار ديالنا. فريمون دازو فيه بزاف الحوايج زوينين. انا شاركت معكم غير بعض اللقطات، ما شاركتش معكم بزاف الحوايج، ما حيت ما يمكنش لي انني نبين هذوك الوليدات احتراما ليهم والخصوصيه ديالهم. داكشي علاش حاولت نشارك معكم غير بعض اللقطات، وحاولت غير نوصل لكم الفكره. وكنحاول من هاد لي فيديو هاد، والصراحه يعني الهدف ديالي منهم هو انكم تلتفتوا لهاد الفئه هادي، هو انك مش انت كممرض او كممرضه انكم ما تنساوش العمل الجمعوي او العمل التطوعي، وحتى هو تعطوه من وقتكم وفريمون كتعطيو صوره زوينه على الميدان ديالنا. زائد ان العمل يعني خيري وانساني والاجر ديالو كبير مع الله سبحانه وتعالى. زائد كتعلم منه بزاف د الحوايج، يعني كتعلم انك تعاون، انك تعطي، يعني فريمون كتستافد منه، حتى انك كتعرف دوك النعم اللي انت عندك وما حاش بهم، يعني ما كتكونش راد لهم البال، وهما نعم للناس اخرين راه محرومين منهم. وهنا صافي كنا بدينا كنوجدوا لهم هكا الطابله ديال الفطور، بدينا كنبريباريو كلشي، كنحطوا كلشي. صافي طلعنا الوليدات من لابيسين هكذا باش يفطروا ويستراحوا شويه، وديك الساعه يكملوا النهار ديالهم، وديك الساعه يقدروا يعوموا على خاطرهم ويديروا لي زاكتيفيتي ديالهم كاملين. هنا كان الوقت ديال الغداء، داكشي علاش طلعناهم لابيسين كيف ما شفتوا صورتو لكم خاوي هكذا، باش انهم يطلعوا يرتاحوا شويه، يتغداو، ياكلوا على خاطرهم. وهذيك الساعه عاوتاني كنكملوا، دونك فيما كتكون شي وجبه كيطلعوا قبل، كيستراحوا، كياكلوا ديك الوجبه ديالهم، كيرتاحوا من موراها واحد شويه، عاد انهم كيكملوا هكا لي زاكتيفيتي ديالهم. صافي تغدينا اونصومبل. من بعد هنا كنت كنشارك معكم الكافي ريستورون اللي كاينه وسط المنتزه، صراحه زوينه. شوفوا هذيك الجلسه اللي على برا هكا في داك الاسباس، زوينه بزاف فريمون. لي بري كما قلت لكم قبل راه تري ريزونابل، يعني لي بري العاديين ما زايدين ما حتى شي حاجه، وحتى لا في صراحه زوينه بزاف.
الوقيته ديال الكوتي كانت تقريبا في الساعه كانت الخمسة، مشاو الوليدات للفيستير لبسوا حويجاتهم جاو داروا الكوتي صافي باش هكدا كنبدينا كنبريباريو باش اننا نساليو لا جورني ديالنا معاهم. صافي درنا الكوتي خدينا لي فوتو هكا اونصومبل مع بعضياتنا، يبقاو عندنا هكا دي سوفونير زوينين معاهم فهاد الخريجه هادي. ومن بعد صافي جمعنا هكا داكشي اللي بقى ديال الكوتي وكلشي وقادينا البلاصه ديالنا فين كنا، وهنا وصلت لا جورني ديالنا معاهم. وان شاء الله قريب غادي نتلاقاو معاهم خرجه جديده ان شاء الله. الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم قولوا ليا واش حشمتو نتوما كتمشيو لعمل تطوعي كتمشيو لعمل جمعوي، فين كتمشيو شنو لي زاكتيفيتي اللي كيعجبوكم فيه هكا باش نشجعوا ناس اخرين باش حتى هما يديروا بحال هاد الحوايج هادو الزوينين. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.